أولا أهلا بيكم، أنا مريم من شركة ريل سبيس للتسويق والاستشارات العقارية. التوسعات الشمالية دي منطقة في أكتوبر، وهي أول ما تنزل من محور 26 يوليو على إيدك الشمال، قصادها على طول على اليمين تيامو سيتي وبعدها رويال سيتي. بالظبط هي المنطقة اللي فيها الخمائن ومسجد الشرطة. ايه سبب أهمية المنطقة دي وايه حدودها بالظبط؟ اولا حدودها بتبدأ من طريق اسكندرية لحد وصل الدهشور، ومن محور لحد طريق الوحات. على حدودها من فوق من طريق مصر اسكندرية في سيتي فيو وحازم حسن ونيو جيزة، ومن على المحور مسجد الشرطة والخمائن، ومن وصل الدهشور نادي وادي دجلة، وعن طريق الوحات مول مصر. سبب أهمية المنطقة دي انها زيرو عشوائية، منطقة كومباوندات بنسبة 70%. 70% من الكومباوند دي فيلات فخمة مملوكة لمعظم النخبة في مصر. يعني لو خدنا نظرة سريعة عن الكومباوندز الموجودة في المنطقة هتوضح أهميتها أكتر. من الكومباوندز اللي موجودة فيها هي نيو جيزة وسيتي فيو، بيراميدز هيلز المملوكة لنجيب ساويرس وأب فيل، وجنة العزيزية، عش البلبل، ومعظم مشاريع بالم هيلز المملوكة طبعا لرجل أعمال ياسين منصور. ده غير قصر ياسين منصور نفسه، قصر غطاطي ودريم بارك وغيرها من المشاريع التابعه لهايد بارك والعتال وانيرشيا ووادي دجله. طبعا المنطقه كامله الخدمات، فيها مدارس وفنادق ومولات تجاريه ونوادي وجامعات، يعني من الاخر المنطقه خضراء راقيه جدا كامله الخدمات. طبعا حضرتك تخيلت المكان واكيد حابب تعيش او تستثمر فيه. لو عايز تعرف اكتر عن الاسعار او العروض واجدد الكومباوندز كلمنا على الارقام اللي موجوده على الشاشه او في الديسكربشن. لو عندك أسئلة تحب نجاوب عليها سيبها في الكومنتات وهنعملها في الفيديو الجاي إن شاء الله. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب، وأشوفكوا تاني إن شاء الله في وقت قريب ومع موضوع جديد.